10 الوزير القبضاي يهدم محطة الكهرباء. وزير العدل يطلب تحرك النيابة العامة. بيعرف سعادة الزميل معالي الوزير وبيعرف سعادة النائب انه الحصانة الى حدود هي اللي هو الجرم المشهود. وزير الداخلية يعلن عبر الجديد ترشحه للانتخابات. يعني الحقيقة ما كثير فكرت بالموضوع بس الجواب الطبيعي نعم. احتفال على الحدود والجدار الفاصل يحجب الرؤية. نحن بالنسبة لهذا الجدار لأنه لا يعني لنا لا من قريب ولا من بعيد. جمعة فلسطين، رصاص حي، شهداء وحالات اختناق. وقوى الأمن تستعين ببابا نويل. بلش كان الضابط أو العنصر عم بينظم محضر الضبط وإجا كانت بطريقة يعني جدية جدا وكان إجا من وراء البابا نويل وقال له الضبط علي ويفاجئه يعني. صباح الخير. عيشة لا معين فيها، جدول لا ماء ولا كهرباء فيه. فعلى توقيت نزوح ثلثي الوزراء إلى الخارج لقضاء عطلة الأعياد يرافقهم نصاب نيابي كامل فاق النصف زائد واحد. قرر وزير شؤون النازحين معين المرعبة أن يحدث الفرق بالقبضة الحديدية. استل المطرقة وهدم سور التيار الكهربائي العظيم. دخل محطة الكهرباء في حلبة بالقوة وفتح الشركة أمام المواطنين من أجل إعادة الكهرباء المقطوعة إلى قرى وبلدات عكار بسبب إضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان. ستبدو فعلة الوزير مرعبة على مستوى الاستقامة الوزارية، لكنها في جانب منها أكثر رعبا لناحية انقطاع التيار عن المستشفيات والحالات المرضية الصعبة التي تتنفس أكسجينها كهربائيا. وفي هذه الحالة فإن الدولة وشركة كهرباء لبنان ليستا وحدهما من يتحمل المسؤولية، بل أولئك النقابيون الذين قرروا إضرابهم على حساب ناسهم. وإذا كان المرعب قد استخدم المهدي للاقتحام، فإن هناك وزراء آخرين يمسكون بالفراعة لاقتطاع أرزاقهم من أشجار الدولة. وإن جاءت النتائج مسرطنة للناس، فهل توقفت السلطة عندما أدلى به النائب وائل أبو فعور مراراً؟ وكرر السؤال، لماذا لم تجتمع اللجنة المشتركة للمبيدات والأدوية الزراعية بين وزارتي الصحة والزراعة لإلغاء القرار القاضي بإدخال 18 دواء ومبيدا زراعيا تحتوي على مواد مسرطنة؟ لكن سؤاله الأهم جاء ليكشف عن إحدى الشركات التي دفعت مبالغ طائلة لبعض المعنيين لإمرار القرار. ولمح أبو فعور إلى هذه الشركات المعنية بالذبان أو الدبان مع إضافة أو حذف التاء المربوطة. وفي معلومات الجديد التحليلية البسيطة أنه إذا ما ربطنا التاء على الذباب نستخرج اسم شركة دبان إخوان. فمن قبض 500 ألف دولار لإمرار القرار؟ وأي دور لوزير الزراعة غازي زعيتر والمدير العام للزراعة لويس رستم لحود؟ هي أسئلة لم يجب عنها الوزير المختص في 3/4 ساعة المؤتمر الصحفي على الهواء، ولم يخبر المواطنين بكيفية تفريقهم بين الأدوية الزراعية المضرة وتلك غير المضرة. ولعل الكلمة الواحدة التي رد بها أبو فعور على زعيتر كانت كافية: إلغي قرارك يا معالي الوزير ونحن إلى جانبك. لكن القرار استمرت مفاعيله، وما زال اللبنانيون يأكلون خضارهم وفواكههم بروح السرطنة. وقد علمت الجديد أن الأردن والإمارات أعادا لنا التفاح اللبناني وأنواعا أخرى من الخضر والفواكه مع الشكر نتيجة ترسبات الأدوية والمبيدات. وبات علينا كلبنانيين أن نصرف هذا المنتوج في أمعائنا. فأي قضاء سيتحرك؟
ولماذا لا يجري استدعاء وائل أبو فعور للشهادة؟ وإذا كان قد أتى بأنباء غير مطابقة للمواصفات فليتم رفع الحصانة عنه ويحول إلى المحاكمة بتهمة إزعاج صفقة المبيدات. لكن بعضا من قضائنا مرشوش بمواد منومة واقعة تحت تأثير التاء المربوطة. 4 أيام مرت على انقطاع الكهرباء في عدد من قرى عكار، والأهالي والبلديات يعتصمون. هكذا بدأت تسقط كافة المداخل أمام هذا الرجل، باب تلو الآخر ينهار على يده. ممتلكات عامة تحطمت على يد رجل الدولة. الوزير معين المرعبي استبدل التصاريح بالمهدة، فدخل محطة الكهرباء في حلبة بالقوة وفتح الشركة أمام المواطنين من أجل إعادة التيار الكهربائي المقطوع منذ بضعة أيام عن قرى وبلدات عكار بسبب إضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان. في حال ما إجت الكهرباء بعكار شو حيصير؟ بدها تيجي إن شاء الله. كسر على الرأس، كل واحد قرر أنه يقطع الكهرباء عن البلد. هدول المجرمين اللي عم يبتزوا العالم واللي نحن كنا ندعمهم بكل موقف لقلهم، هدول اللي بدهم محاصرة. في ختيارية، في ناس مرضى، في ناس بدها أكسجين، مكانات أكسجين ببيوتها، حرارة تحت الصفر فوق بجرد، يعني 5 أيام العالم بلا كهرباء إجرام. يعني نحن كنا واقفين معهم بكل الأحوال بالنسبة لمطالبهم. أما الاستمرار بهذا الموضوع حياة وبموسم أعياد كريمة، يعني حياة هذا السمني شايف أنا شيء مثل من هالنوع، ولا كأنه هن لبنانيين ولا كأنه هالناس اللي عطينا عنهم هن لبنانيين. وأنا واثق أنه كل واحد منهم يا عنده مولد ببيته أو عطي الخط تبعه عطي كهرباء، وترك الناس بلا 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 كهرباء. يعني بالشوم بس البعض بده يلومك كيف كسرت الباب وفتحت شركتك، شو بتقول لهم؟ كلنا معه. أضرار مادية وجسدية بسيطة انتهت بدخول محطة حلبة لإعادة التيار الكهربائي، فيما لا تزال محطات الكهرباء في مناطق لبنانية أخرى عصية على إصلاح أي عطل، والنتيجة استمرار الغرق في العتمة أياما أخر. على الرغم من الاعتصامات الرافضة لانقطاع التيار الكهربائي وآخرها التظاهر عند مفرق بلدات مجدلة الحصنية عرقة في عكار. وفي اتصال مع الجديد، رأى وزير العدل سليم جريصاتي أن ما أقدم عليه المرعبي جرم مشهود، طالبا من النيابة العامة التحرك. يعرف سعادة الزميل معالي الوزير وبيعرف سعادة النائب أن الحصانة إلى حدود هي اللي هو الجرم المشهود. لذلك بالجرم المشهود الحصانة يعني تسقط. على كل حال هذا الأمر ما بيعود إلي، لأنه أنا بتعرف يعني بحترم جدا مبدأ الفصل بين السلطات. أنا بحرك نيابة عامة تمييزية، نيابة عامة تمييزية بتعالج مسألة الحصانات وبتعالج بالوقت نفسه مسألة التوصيف الجرمي والادعاء أو حفظ الملف. القضاء والقانون في هذا العهد بالذات وفي هذه الولاية بالذات وفي حكومة استعادة الثقة ما بيميزوا بين مسؤول وغير مسؤول بالجرم المشهود أو حتى بالجرائم غير المشهودة عند اكتشافها. لذلك فليطمئن اللبنانيون، وأنا حقيقة بكل حرص بكل وبمسافة واحدة مع الجميع، موقفي كان مفهوم منذ مدي وموقف العهد بالوقت نفسه، نحن لا نقبل بأن يكون هنالك انتهاك للقانون ولسيادة القانون مهما كان الظرف. وما في حدا بيتميز عن حدا، لا بالدستور عملنا بمبدأ المساواة ولا بالممارسة اللي مارسناها منذ تولينا هذه الحكومة. نعم. بعد انقطاع دام نحو 5 أيام الكهرباء تعود إلى قرى علي. بلدات عدة في قضاء علي حرمت الكهرباء منذ الاثنين الماضي بسبب إضراب الموظفين في مؤسسة كهرباء لبنان عن العمل وامتناعهم عن إصلاح الأعطال بعد ضرب مستحقاتهم في سلسلة الرتب والرواتب. عندك ناس عندها محلات وعندها مؤسسات صار عندها خسارة كبيرة. يعني علمت الجديد أن العطل الذي طرأ على محولات الكهرباء جرى إصلاحه، إلا أن الموظفين رفضوا تحويل الكهرباء إلى البلدات المتضررة، ما وضع المستشفيات والمرضى فيها في خطر محتمل، وهو ما يرى فيه النائب أكرم شهيب وسيلة ضغط في غير مكانها. موظفين مصلحة الكهرباء حق يجب أن يصلوا إلى هذا الحق، إنما مش بظلم المواطن العادي الفقير الموجود بمناطق تحتاج إلى الكهرباء في كل وقت. كمان يعني بدك تشوفي خزينة الدولة وواقع الدولة، الموظف صاحب حق
كتير مهم أنه ينعطى حقه، وكتير مهم من الموظف أن لا يظلم وهو مظلوم. فبالتالي بتمنى عليهم ونتمنى حتى ما تاخذ مسار آخر الأمور، أنه هذه القرى اللي هي وجعها كبير بأمور عديدة من الخدمات ما يحملون حق الكهرباء. في مناطق تانية فيهم يضغطوا على الدولة فيها، يروحوا عليها ويتركوا القرى ويتركوا البلدات خاصة بالجبل. في ورقة ضغط سياسية بهذا الموضوع؟ هلأ في خلاف أساسي بموضوع يعني الكهرباء من سنوات، وفي محاولات عديدة كانت لتسوية الأوضاع وطلع قانون مشان موضوع المياومين وجوبات الإكراء، وصار في امتحانات بمجلس الخدمة المدني. كمان هذا بحاجة للتسريع. ضغط للسير نحو خصخصة الكهرباء خصوصي قبل باريكاتر. أنا بعتقد هذه مشكلة مستعصية وعم تستمر، يجب الوصول إلى حل كامل فيها. بعتقد مصلحة كهرباء لبنان مصلحة فيها تقوم بالدور بدل الشركة. قبيل وصولنا إلى المنطقة بعد تلقي شكاوى من المواطنين كانت الكهرباء قد عادت إلى البلدات، إلا أن هذا الوضع يبقى مؤقتا. هلق إجت الكهرباء حاليا بس بعد معاناة، مرة تانية أبدا مش مقبول هالوضع ورح يؤدي لتحركات كتير كبيرة. هو سيف ذو حدين، موظفون بطلت حقوقهم ومواطنون يدفعون الثمن في سياسة تستخدمهم لإيصال رسائل الكيدية. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عدم تمكنها من تشغيل معملي صور وبعلبك لعدم سماح نقابة عمالها ومستخدميها للفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، بما يوفر قدرة إنتاجية إضافية تبلغ نحو 120 ميجاوات بسبب الإضراب الذي ينفذونه. وأشارت في بيان إلى أن الإضراب ما زال يحول دون إصلاح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري وإجراء خبراء الصيانة الإصلاحات اللازمة على المجموعة الثانية في المعمل، وهو ما من شأنه أن يضيف نحو 210 ميجاوات على الشبكة. ويحول الإضراب دون استمداد نحو 100 ميجاوات من سوريا. ولفتت إلى أنه كان من المرتقب زيادة الطاقة الإنتاجية نحو 430 ميجاوات بدءا من أواخر الأسبوع الحالي، ما يوفر أكثر من 4 ساعات تغذية إضافية في جميع المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد في مقابلة مع الزميلة يمنى فواز أن عام 2018 سيشهد إنجازات في المرافق العامة، ويتحدث عن الانتخابات النيابية. أول خوف بيكون عند أي مواطن هو المسألة الأمنية، واليوم كنتوا عم تناقشوا بجلسة أمنية التدابير الأمنية للأعياد. في على الأقل 25,000 عسكري حينتشروا على الطرقات كل فترة الأعياد وبالأماكن اللي لازم ينتشروا فيها، أولا بمناسبة عيد الميلاد على كل الكنائس بدون استثناء، وهون عم نحكي عن حوالي 1200 كنيسة موجودين، وحيتكون الإجراءات ممتازة بالإطار الأوسع الجيش وبالإطار المتوسط قوى الأمن، وحتى داخل أماكن العبادة حيكون في ناس طبعا مش عسكريين معنيين بالمسألة الأمنية، وهذا كتير بيريح. وفي إجراءات بتتعلق برأس السنة العلاقة بالسير وبالتشدد بمنع الناس تسوق وقت اللي تشرب، والانتشار على الطرقات الرئيسية وأماكن السهر والفنادق، أخذين كل الاحتياطات إن شاء الله ما بيصير شيء. بمناسبة هيدي الأعياد وخصوصا صار في حدث أمني يمكن خض الجميع، هي حادثة البريطانية الموظفة بالسفارة البريطانية ريبيكا دايكس، وخاصة أنه كمان تعلقت بوسيلة نقل أوبر. ست يمنى حذرنا المواطنين، أنا سبق وحذرت، وفي مبالغة بتناول هذا الموضوع. أولا القاتل ثبت أنه له سوابق، سجن 6 أشهر بتهمة سرقة، معرض الآن هو يحاكم بقضية مخدرات، وهذا دليل عدم يعني جدية بالتعامل مع وثائق السجل العدلي أو المعلومات عن هذا السائق أو غيره. أنا ما بعرف مين السائقين الباقين. بطبيعة الحال لازم يكون في يعني مسار قانوني بهذا الموضوع، عم نتابعه أنا وزير العدل لنشوف تماما يعني شو بينعمل أو شو ما بينعمل بهذا الموضوع. هل فعلا حيكون في انتخابات بالمدة اللي حددتها هي بستة أيار؟ حيكون في انتخابات؟ جواب نعم، وأكيد من في أي سبب
ولا في رغبة عند أي جهة سياسية بتأجيل الانتخابات، ولا في قدرة حتى عملية ولا قانونية ولا دستورية ولا نيابية لأي جهة من الجهات السياسية أن تتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات. قد يكون هناك تعديلات بسيطة على الانتخاب القانوني النسبي الجديد. هي مسألة بدها توافق بين القوى السياسية. بالقانون الحالي إذا ما في أي إضافة ولا أي اقتراح إضافي، في مادة واحدة الـ 84 اللي بتعلق بالبطاقة المغنطة اللي هي خاضعة للنقاش، لأنه في مواد أخرى بتحكي احتياطاً، وهذا صراحة بفضل اقتراح الرئيس بري، عن إمكانية التصويت بواسطة بطاقة الهوية أو الباسبور الصالح. هل الضغط الدولي هو الثبات للإبقاء على الانتخابات والقيام بها بوقت المناسب؟ لا، في رغبة دولية عارمة بإجراء الانتخابات بستة أيار، وهي جزء من اعتبار المجتمع الدولي أنه الاستقرار بلبنان ثابت ومستمر، لأنه العملية الديمقراطية بتأكد الاستقرار. كمان بنفس الانتخابات، عودة الحديث من قبل وزير الخارجية عن الميجا سنتر والتسجيل المسبق، كيف حتتعاطوا مع هذا الموضوع؟ وهل في قبول يعني من عندكم أو إمكانية بأنه يتم؟ أولا لازم نعترف بأنه تصويت بمكان السكن والميجا سنتر اللي بده يتم فيها التصويت هي خطوة إصلاحية، ما فينا ننكر هذا الشيء. هل في إمكانية خلال الوقت القصير المتبقي على تطبيق هذا الموضوع؟ أولا هذا بيحتاج أيضا لتعديل في القانون، هذا مش موجود بالقانون. أوكي يعني الأمر الثاني، نحن عم ندرس فعليا مش بس الجانب القانوني، عم ندرس فعليا إمكانية العملية لإنشاء 8 مراكز بين طرابلس وصيدا على الخط الساحلي. قديش بدهم وقت؟ قديش متوفرين؟ كنا عاملين 4 اجتماعات حول هذا الموضوع. لسه بدنا نحتاج ل 48 ساعة بعد لنقرر إذا كان في. معظم الأحيان إنه حضرتك من الوزراء القليلة، إنه الوحيدين اللي عم بيقولوا له لا جبران بسيل لا أو ما بتزبط. لا بهذا الموضوع يعني. لا عم بحكي بشكل عام. لا ملا، في كان في خلاف سياسي مش خلاف تقني. لأن نحن عم نناقش خطوة إصلاحية بالانتخابات. قديش بنقدر نطبقها؟ هذا اللي عم ندرسه، ما في شيء بالمطلق يعني، ما إنه خلاف شخصي. حضرتك حتكون مرشح للانتخابات النيابية 2018؟ بعتقد إيه، نعم، جواب نعم. بعتقد إيه؟ نعم، جواب نعم. يعني الحقيقة ما كتير فكرت بالموضوع، بس الجواب الطبيعي نعم. العدو الإسرائيلي بدأ بناء جدار فاصل لحجب الرؤية بين لبنان والأراضي المحتلة. تصل إلى ساحة كفر كلا الحدودية تجد شيئا مختلفا. الاحتفالات الحزبية التي لا طالما أقيمت في هذه الساحة نقل مكانها. إنه جدار الفاصل الذي بدأ العدو الإسرائيلي ببنائه. المحتل يحجب الرؤية، فيما أهالي البلدات الجنوبية بإعاز من حزب الله تلاقيه من أقرب نقطة لتجديد التضامن مع فلسطين والقدس وعهد التميمي نفسها. وتحية كبيرة عظيمة جدا لفتاتي الغالية والشجاعة عهد التميمي، ونحن من إلا نحن معك، كل هالنساء باسمهم كلهم بقلي نحن معك يا عهد، منشد على ايدك اللي صفعت هذا الصهيوني الجبان، نحن معك يا ابنه الحبيبه. المحتل يراقب الاحتفال التضامني، قد لا يفهم الا انه من دون شك يقرا. وصل لك تبليغ من الناقوره تحديدا انه انت اليوم عم تخرق الخلط الازرق؟ صحيح، بلغوني من الناقوره انه هذا اللي احنا الارض اللي نحن اشتغلنا فيها هي خرق دولي وممنوع نداس، فكان الرد كالاتي: نحن تحت لواء وسقف الدوله اللبنانيه. نحن بالنسبه لهذا الجدار لانه لا يعني لنا، لا من قريب
ولا من بعيد، وهذا الجدار هن بيحطوا جدار ونحن بنرسم لنا عليه شعارات تعبر عن الشعب اللبناني، شعارات تعبر عن لبنان وعن فلسطين. غير آبهن بالجدار بدا رئيس البلدية، لكن كان لزاما علينا سؤال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض موقفه من هذا الجدار الفاصل. على أي حال الموقف الرسمي اللبناني أعلنه فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، وقال أنه حذر من بناء هذا الجدار على الخط الأزرق، لأنه الخط الأزرق هو ليس خط الحدود، هو خط الانسحاب، وبالتالي هناك مناطق تحفظ لم يحسم وضعها بعد. فلذلك الموقف الرسمي أعلن عنه، وعادة المقاومة تتبنى الموقف الرسمي اللبناني. كيف تعرف أي تعدي على الأراضي اللبنانية المقاومة لن تتساهل فيه. عند هذه الحدود سيمتد الجدار الفاصل وصولا إلى الناقورة، أشهر قليلة وتصبح هذه المنطقة أيضا معزولة، وبدلا من إعادة فتح الساحات مع فلسطين المحتلة تضيق المساحات. من الحدود اللبنانية الفلسطينية، لآل سعد، قناة الجديد. ونبقى في الجنوب، حيث رفع العشرات من الفلسطينيين واللبنانيين علم فلسطين بطول 100 متر وعرض 5 أمتار عند الكورنيش الشمالي لمدينة سور، وذلك تضامنا مع القدس بحضور قيادات فلسطينية ولبنانية. فلسطين تنتفض بوجه الاحتلال في جمعة الغضب الثالثة. في جمعة الغضب الثالثة انتفضت فلسطين، وخرج الفلسطينيون من قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب. ففي القدس المحتلة خرج المصلون من المسجد الأقصى عبر باب العمود استعدادا للتظاهر، وعمدت قوات الاحتلال إلى نصب كاميرات مراقبة جديدة في محيط الأقصى، وقمعت تظاهرة في شارع الواد ومنعت وصولها إلى باب العمود في المدينة المقدسة، كما اعتدت هناك بالضرب على سيدة فلسطينية وأخلت بالقوة المدرجات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، وإصابة نحو 50 آخرين بالرصاص نتيجة مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوزعت الإصابات بين الرصاص الحي والرصاص المطاطي واختناقا بالغاز السام. رفع المتظاهرون أعلام الدول التي صوتت لمصلحة فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واعتدت فرق جيش العدو الإسرائيلي بالضرب على المشاركين في المسيرة وعلى عشرات المصلين الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم، وعلى فرق صحفية وأخرى طبية، واعتقل الجنود الإسرائيليون 3 شبان، وأصيب عشرات المقدسيين بردود من جراء الاعتداء عليهم. وفي رام الله أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية بزعم محاولتها دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين في حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية من دون وقوع مصابين. أما في بيت لحم فدارت مواجهات بين فلسطينيين وأفراد من جيش الاحتلال عند مدخل المدينة الشمالي. من قصر الإليزي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو إسرائيل إلى السلام مع الفلسطينيين. غادت تبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يرفض موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بباريس، حيث بحث الرجلان مجمل التطورات في ضوء إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أمريكا إليها. فلسطين ليست وحدها، ونحن سنعمل بأن تبقى في حدود معترف بها وفي سلام وأمن إلى جانب إسرائيل وكقدس كعاصمة للدولتين. نريد الكل، كل الشعب الفلسطيني، أن يكون في بوتقة واحدة، في دولة واحدة داعية للسلام وليست داعية للحرب. نحن نريد السلام مع إسرائيل أولا. إسرائيل جارتنا،
وعندما يحصل السلام بيننا وبين إسرائيل هناك 57 دولة إسلامية كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل. وعن علاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة كيف تؤثر في القضية في نظر الرئيس الفلسطيني؟ السعودية بالذات عمرها ما تدخلت بشؤوننا، ولكن عمرها ما تأخرت عن دعمنا في كل المجالات، هذا هو موقفها. وأذكر أن الملك سلمان قال لي كلمة: لن نحل قضية الشرق الأوسط، بمعنى الحل الإقليمي، قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المرة كررها الملك وكررها ولي عهده. ستبدأ المباحثات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في بروكسل الأسبوع المقبل، وسيتوجه ماكرون العام المقبل إلى فلسطين المحتلة لإجراء مباحثات سلام بين الطرفين المتنازعين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: العنف ضد النساء عند الرجال. أهلا بكم من جديد. في مبادرة لتوعية المواطنين لمناسبة الأعياد، بابا نويل القوى الأمنية يدفع المخالفات عن المواطنين لمرة واحدة. هؤلاء المواطنون المخالفون لقانون السير الذين أوقفتهم قوى الأمن الداخلي لم يدفعوا محاضر مخالفاتهم ولو لمرة واحدة، لأن بابا نويل قوى الأمن دفع عنهم لمناسبة الأعياد. عرضت حياتك وحياة غيرك للخطر. ضبط علي. كان في ناس مخالفين وقفناهم راقبناهم، وبلش كان الضابط أو العنصر عم بينظم محضر الضبط، وإجا كانت بطريقة يعني جدية جدا، وكان إجا من وراء البابا نويل وقال له ضبط علي ويفاجئه يعني، وتتحول مثل عيد يعني، وهي بالنهاية العنوان سلامتكم عيدنا. هي مبادرة لتوعية المواطنين قامت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي ركزت هذا العام على استخدام الهاتف في أثناء القيادة. السنة كان هو موضوعنا التكلم على الخلية، أو بالأحرى استعمال الخليوي، خطورة استعمال الخليوي، يعني تكستينج، عم نقرأ، عم نطلب إلى آخره، لأنه هلأ حاليا ما توازي أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، يعني التكلم على الخليوي أو استعمال الخليوي توازي القيادة تحت تأثير الكحول، وهذا عادة لأنه بيكون مثل نايم تقريبا، يعني مجرد أنت عم تستعمل، عم تكتب أو عم تقرأ، عيونك ما بيكونوا على الطريق، وبالتالي أي طارئ قدامك أنت ما حتضرب بفريم، حتفوت بكل سرعتك، حتصطدم بأي عائق معين أو بإنسان أو حتنحرف عن الطريق وغير مقوم. فإذا خطرة جدا هذه المخالفة، من أخطر حاليا من أخطر المخالفات بالعالم. إجراءات أمنية مشددة ستلجأ إليها القوى الأمنية في فترة الأعياد، إضافة إلى تدابير سير لعدم ازدحام الطرقات. الإجراءات متعددة وكتير كبيرة ومشددة فيما يتعلق بالسير. بدأنا بتعزيز عناصر السير، يعني مثلا بجبل لنا في 300 عنصر، في معززه ايضا شرطه بيروت ايضا بعناصر، لسعى صعيد مكافحه خاصه ممنوع الوقوف الصف الثاني، تحرير خاصه ايضا التقاطعات، لانه اي تقاطع تم اغفاله او سكر على صعيد ضغط سير سكرت المنطقه كلها. نحن عم نحاول ضمن المستطاع، لانه نحن مش دورنا نقوم بالبنيه التحتيه اللي شبه غايبه تقريبا، دورنا نحاول ندير هالازمه حتى ما تتحول لكارثه. بابا نويل قوى الامن الذي ظهر في شوارع العاصمه لن يشفع لكل المخالفين، وقوى الامن تطالب المواطنين التزام قانون السير حفاظا على حياتهم وحياه الاخرين. هادي الامين، قناه الجديد. No, it's...
تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون فوجي الحدود البرية الأول والثاني في عكار ورأس بعلبك ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، وجال في مراكز هذه الوحدات واطلع على إجراءاتها الميدانية لضبط الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية. وأكد في كلمته أن الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل منه في أي وقت مضى بفضل دحر التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية والإنجازات اليومية التي يحققها الجيش في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية والقبض على المتورطين سابقا في أعمال إرهابية استهدفت الجيش والمواطنين. وأعلن أن لا مجال للإخلال بالأمن لأن الجيش لديه كامل الجاهزية والقدرة على مواجهة أي تهديدات خارجية أو داخلية. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس السفير البريطاني هيوغو شورتر وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية، ثم التقى النائب السابق طلال المرعبي واستقبل الحريري رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف التي أوضحت بعد اللقاء أن البحث تناول مسألة الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات الممكنة إضافة إلى شؤون مدينة زحل ولبنان ككل. وكان الحريري قد استقبل في السرايا رئيس أركان الجيش الإيطالي كلاوديو غراتسيانو وجرى بحث في سبل التعاون العسكري بين البلدين. ومن زواره نقيب المحامين في بيروت أندري شيدياء المدير الإقليمي للبنك الدولي وفد من مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة فؤاد أيوب الذي أوضح أن مجلس الجامعة وضع نفسه بتصرف الدولة اللبنانية ليكون المستشار الأول لها. والتقى نقيب المصورين السابق جمال السعيدي الذي قدم له كتابه الجديد تحت عنوان الفصول الأربعة في لبنان. نساء في دائرة عنف لا تتوقف والقوانين متوقفة عند رجال السياسة. منكن ولا رفة عين. قاتل سارة علي الزين. قاتل سارة علي الزين. 17 جريمة عنف من أصل 19 جريمة طالت النساء هذا العام في لبنان ومعظمهن قضى قتلا، وفي أقل من أسبوع سجل وقوع 4 حوادث عنف ضحاياها أيضا من النساء. أم السبب هو الواقع الاجتماعي والقانوني والأمني؟ بجوز تكون صدفة، بس ما فينا نلغي الثقافة المجتمعية اللي موجودة اللي عم تعتبر أنه النساء هن ملك من ممتلكات الرجل، واللي مكرسة سلطة الرجل عليهم بالقوانين، أكن قوانين أحوال شخصية ولا قوانين المدنية. للأسف بعدنا عايشين بمنطقة بثقافة التفلت من العقاب وعدم الخوف من القوانين، عدم الخوف من السلطة. من هون منلاقي استسهال هذه الجرائم واستسهال قتل النساء، ولأنه منعرف أنه يمكن ما حيكون عندنا عقوبة رادعة. 5 سنوات فقط عقوبة المغتصب، وقوانين حماية النساء من العنف، الاغتصاب، الزواج المبكر والقتل عالقة بين الحكومة والمجلس النيابي. بعد ننظر أن المرأة هي نظرة دونية، أن هي أضعف من الرجل، وبالتالي من هون عم بتكون ممارسة السلطة بهذا الشكل اللي ممكن توصل لحد القتل. النساء بالأسرة هن تابعين للذكور بالأسرة مع الأسف، يعني هذا الخلفية الثقافية الموجودة، وهذا يكون في وبعدها مكرسة بالقوانين وبعدها مكرسة عند كثير من النواب اللبنانيين. نساء تنتهي حياتهن فقط لأنهن الحلقة الأضعف اجتماعيا في سلسلة غياب المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية القانونية والقضائية وبسط الأمن والتفلت من العقاب. كان فيها تكون أنا وكان فيها تكون أنت، حتى ما تنطفى بعد ولا شمعة. الجميع مدعوين السبت الساعة 5 أمام المتحف الوطني لإضاءة شمعة. يمنى فواز، قناة الجديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يشيد بالتصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح فلسطين والقدس.
أشاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالتصويت الأكثري الساحق بغالبية 128 دولة بما فيها لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، واصفا إياه بأنه انتصار للحق وشهادة لقضية القدس ورفض عارم لأي تغيير يطاول طابع المدينة كمهد وملتقى للديانات السماوية الثلاث. ولدى استقباله رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو والسفير الإيطالي ماسيمو ماروتي، شكر الرئيس عون لإيطاليا الخدمات التي تقدمها للبنان لا سيما في المجال العسكري. إلى ذلك رأى عون أن العناية بذوي الحاجات الخاصة واجب على جميع اللبنانيين، وذلك خلال لقاء وفد من جمعية عصلوح بيروت يضم الفتى شادي كالوستيان البالغ 14 عاما والذي يعاني إعاقة نادرة، وأبدى رغبته بلقاء رئيس الجمهورية. شادي بحاجة للتضامن من قبل اللبنانيين، بكرة في تيليتون بتمنى على كل اللبنانيين يقوموا بإشارة تضامن ومحبة معه. وأمام رئيس الجمهورية أدى رئيسا غرفة في مجلس شورى الدولة القاضيان يوسف نصر ومحمد طلال بيضون اليمين القانونية بحضور وزير العدل سليم جريساطي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري يوسف الخوري. ومن زوار بعبدة النائب سيموا بيرميا ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية اللبنانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب لويك كيرفران والسفير اللبناني المعين في جنوب أفريقيا قبلان فرنجي والإعلامي جورج قرداحي. وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي يتفقد مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية. زار وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل على طريق المطار، وجال في أرجائها واطلع على مدى احترافيتها وتخصصها وتطورها بحضور المدير العام لجمعية المبرات محمد باقر فضل الله ومدير مؤسسة الهادي إسماعيل الزين. هي الناس اللي عندهم شك واحد من ألف بعمل مؤسسات مثل هالمؤسسة، إن كان سياسيين أو حتى مواطنين، يجوا ويشوفوا عن شو عم نحكي، عن أي درجة احتراف عم نحكي، عن أي درجة يمكن أهم من الاحتراف، عن أي مستوى من الإنسانية بالتعامل مع الأطفال، بالمتابعة الحثيثة بأدب التفاصيل، بطباعة كتب متخصصة لهم، بتدريس كل المواد من الروبوتكس للرياضيات للرياضة اللي بيمارسوها، لكل متابعة لكل طفل حسب احتياجه وحسب وضعه، ولكن على طول كل الأطفال عم يتعاملوا بنفس المحبة وبنفس الكرامة وبنفس الانفتاح. فبدي هني مؤسسات الهادي، بدي هني المبرات على هالعمل المميز. ولفت بوعاصي أن مثيلات هذه المؤسسات تعد شريكا أساسيا للدولة بهدف خدمة المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. عثر عامل سوري على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة في سهل بلدة كفردان قرب مقام النبي يوسف غربي بعلبك، وكانت الطفلة فاقدة للوعي وظهرت عليها أثار نسف من الفم، وقد نقلت فورا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي حيث عمل الفريق الطبي ما يلزم لإنعاشها، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة. استقبل رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجي في دارته بنشعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برينيلا دايلر كاردل في زيارة تعارفية، حيث عقد اجتماع بحضور الدكتور جان بوتروس تخلله بحث في المستجدات المحلية والإقليمية. رأى رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الأحدب في اجتماع لكوادر اللقاء أن الرئيس سعد الحريري تعلم من حزب الله التقية السياسية. الرئيس الحريري اليوم عم بيحكي، ولكن معلش مع احترامي لألو، يعني صار واضح انه هو ماشي مع فريق تبع حزب الله، ماشي مع فريق حزب الله، وبالمقابل بده يقعد بالحكم. التقية السياسية اللي اصبح فيها الرئيس الحريري بارع اكثر من زملائه تبع حزب الله يلي علنا عم بيتفقوا معهم وعم بيقولوا له نحن بنعطيك الاصوات بمناطقنا وبكره بتشوفه.
اختتمت الجامعة العالمية نشاطاتها في ذكرى المولد النبوي الشريف بحفل عشاء تحدث فيه رئيس الجامعة عدنان طرابلسي عن مسيرتها الأكاديمية في حقول المعرفة المختلفة وما أظهره خريجوها من تميز في سوق العمل داخليا وخارجيا. وكانت كلمات لطلاب الجامعة تضامنا مع القدس وفلسطين، أكدوا فيها أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين على الرغم من كل محاولات الاحتلال تهويدها. عشية عيد الميلاد أضاء رئيس بلدية اليموني طلال شريف شجرة عائمة في بحيرة اليموني بطول 8 أمتار، وأكد شريف أهمية المناسبة التي تخص المسلمين والمسيحيين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تضاء فيها شجرة الميلاد وسط البحيرة. ضمن إطار نشاطات قرية الميلاد 2017، نظمت مؤسسة رونيم عوض ريسيتالا ميلاديا في ساحة كاتدرائية مار يوحنا المعمدان، أحيته الفنانة عبير نعمة وقدمت عددا من الترانيم والأغنيات من وحي الميلاد، وتلاه حفل موسيقي للفنان جورج نعمة. وحضر الريسيتال إلى جانب رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض وعقيلته ماريال معوض شخصيات سياسية واجتماعية وجمع من فعاليات المنطقة ورؤساء البلديات والمختارين وفعاليات تربوية وثقافية أهلية وأعلامية، إضافة إلى حشد من أبناء صغرت الزاوية. وقال معوض إن المطلوب منا جميعا في مناسبة عيد الميلاد أن نضع خلافاتنا جانبا ونتعاضد ونعيد في صغرت، لأنه بهذه الحالة نكون على قدر المسؤولية تجاه منطقتنا. بعد الفاصل، ميشيغان تنتصر للقدس. أهلا بكم من جديد. ميشيغان الأمريكية تنتفض من أجل القدس العربية. شهدت ولاية ميشيغان مهرجانا تضامنيا للجالية العربية والإسلامية، وذلك اعتراضا على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. ويعد هذا المهرجان الأبرز على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تميز بقوة الرسالة السياسية التي جرى إيصالها عبر وسائل الإعلام الأمريكية المهتمة بنقل الصورة المعارضة لترامب. We cannot just be sitting in here and listening to our speeches. We have to let our voices known to Washington, to the decision makers. And Mr. Trump, hands off Jerusalem. It's not yours to give. أكدت المشهدية الشعبية عروبة هؤلاء المجتمعين الذين لا يقل مستوى انتسابهم إلى العروبة عمن هم في الوطن العربي. I'm worried for a time that, you know, for the last 70 years, trillions and trillions of dollars we as America spent for protecting Israel. ولا يتجرأ لا هو ولا حكومته أن يقولوا كلمة عن فلسطين، أن يقولوا كلمة عن القدس، أن يقولوا كلمة عن مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. ولبت دعوة ناشطون أمريكيون مرتدين الكوفية الفلسطينية وهاتفين القدس عربية. هذه المواقف أنستنا هوية هؤلاء وأنهم من الدولة التي ارتأى رئيسها أن يسترضي إسرائيل غير عابئ بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قرار الأمم المتحدة بشأن القدس انتصار للشرعية، وقال إن القرار الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس يعد موقفا أخلاقيا. وكتب قرقاش على تويتر: قرار الجمعية العامة حول القدس الشريف انتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية، وهو موقف أخلاقي مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي. وأضاف إن توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادا، مطالبا بالتوقف عن الاستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية. الصليب الأحمر الدولي يطلق إنذارا يحذر فيه من الأوضاع الإنسانية في اليمن بعد وصول المصابين في الكوليرا إلى نحو 1 مليون شخص. والناطقة الرسمية باسم المنظمة الدولية في اليمن ميرال حديب تقول للجديد إن هناك أمراضا أخرى تتفشى وسط معاناة إنسانية حادة. إنه اليمن
هذا البلد المنسي على آخر الخريطة العربية يعاني حصاراً وقتلاً وجوعاً في حرب إبادة منسية منذ 3 سنوات لا يتذكرها إلا المنظمات الإنسانية الدولية التي تحاول جاهدة إدخال المساعدات الأساسية. حجم الكارثة عبر عنه بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاء فيه إن عدد المصابين بالكوليرا بلغ نحو 1 مليون شخص، وهو ما يضاعف حجم معاناة هذا البلد الذي يمر بأقصى الحروب، حيث يعاني أكثر من 80% من أهله نقصا في الطعام والمحروقات والمياه النظيفة والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية. 80% من الشعب اليمني بحاجة لمساعدة ماسة بعد 3 سنين من الحرب باليمن، وهالحرب تسببت بجوع، تسببت بأنه ما في فيول، ما في مي للشرب، ما في كهرباء، وهذا كل هالسلسلة الأشياء هي اللي بتأثر على تنامة الأمراض مثل الكوليرا، وهلأ يعني الدفتيريا اللي هو كمان عم بيطلع طلوعه أكتر باليمن، لأنه الدفتيريا كتير له علاقة بالمي والغذاء. المساعدة الإنسانية ما فيها تغطي كل الاحتياجات. المهم أن الأفرقاء المتنازعين يوصلوا لحل للأزمة باليمن. الحصار الخانق وقصف التحالف المتواصل يعرقلان حركة الصليب الأحمر الدولي، وهو آخر أمل تبقى لليمنيين في مواجهة آلة الحرب العبثية. حتى زملاء علقلنا يمنيين كتير منهم يعني ضلهم موجودين ببيوتهم ل3 و4 أيام لأنه في قصف وأعمال يعني حربية برا، مش قادرين يوصلوا لا لخبز ولا لمي ولا كهرباء ولا حتى قادرين يعني يتواصلوا مع حدا، لأنه بلا كهرباء طبعا ما فيك يعني ما فيك تعمل، ما فيك ترجع تشحن أي موبايل عندك. اليمن السعيد لقب أطلقه الإسكندر الكبير بحسب إحدى الروايات بعد عجزه عن غزو هذا البلد التعيس اليوم بحروبه وانقساماته وعروبته، ينتظر من يعيد إليه السعادة. وإلى ذلك الحين لا يزال اليمني يتمتع بروحه المرحة ويقطف العسل. باسل العريضي، قناة الجديد. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا. بداية أخبارنا مع حكم بغرامة تقدر ب$10,000 على زوجة قامت بفتح الإيميل الخاص بزوجها، وهالشي من بعد ما شكت فيه كونه عمل إيميل جديد من دون سبب وجيه، لتكتشف الزوجة المخدوعة أنه زوجها على علاقة غرامية مع عدة نساء غيرها، إلا أن الزوج ما عجبه تجسس مرته على أخباره ورفع عليها دعوة تم الحكم فيها لصالحه وتغريم الزوجة، وهالشي لأنه يمنع حسب القانون السويسري على أي شخص أنه يطلع على أي مواد محمية بكلمة مرور من دون إذن صاحب العلاقة، وعقوبة هيدا الشيء الغرامة المالية بالإضافة للحبس حتى 3 سنين. ننتقل لصورة لشجرة الميلاد كانت سبب بالتهديد بالقتل، نشر الملاكم المسلم أمير خان على صفحته الخاصة على إنستغرام، وهالشي لتكون مفاجأة لبنته الصغيرة بس تفيق من النوم، إلا أن المفاجأة المضبوطة كانت للملاكم نفسه يلي تلقى تهديدات بقتله وقتل عائلته كونه عم يتصرف تصرفات منافية للإسلام يلي هن بيشوفوه، إلا أنه تعليقات عديدة أيضا وقفت بصف الملاكم واعتبروا أنه وضعه لشجرة الميلاد مش معناها أنه بطل مسلم، وإنما هو احترام لثقافة البلد الغربية يلي هو عايش فيها. نبقى مع الإنستغرام يلي أصدرت آخر تحديث للبث المباشر مع ميزة جديدة بتسمح بإرسال البث يلي عم نقوم فيه أو عم نحضره عن شخص آخر عبر رسالة لأي صديق بدنا إياه يحضر البث معنا. وأخيرا بدي أختم مع خبر مؤسف عن تعرض ويب سايت الجديد لهاك من قبل أحد القراصنة الخطيرين على ما يبدو، ويلي وجه عدة رسائل تهديد وتوعد مخيفة للقناة من دون ذكر أي مطالب معينة. بيان رقم 1 من الأنونيموس إلى قناة الجديد المحترمة. يا شباب بعض صوته مثل ما هو يا أخي، أكيد غيرته. هذا الاختراء ليس إلا هسة صغيرة وسيتبعها الزلزال الكبير بإذن الله. نحن لا ننسى، نحن لا نسامح، نحن الأنتمانوموميس، نحن الأنتمومس.
ومع هالتهديد المخيف أنا بدي أودعكم وأتمنى لكم بداية عطلة أعياد مميزة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز، وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية مع صحيفة الاتحاد. المرعبي يتحدى القضاء بجرم مشهود، الدولة في إجازة، وصورة مع ارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها يستعرض عدوان في النادي اللبناني للتزلج على الماء، والقدس ينصرها الدم الفلسطيني. أما في النهار، لبنان والمؤتمرات، اختبار النقي بالنفس أولا، عون في بكركي الاثنين، ولا مخارج بعد لأزمة مرسوم الترقيات لضباط 94، جمعة الغضب الثالثة، مقتل فلسطينيين، والاحتجاجات على قرار القدس تتسع. لبنان يستعيد 3 قطع أثرية من أمريكا، رأس ثور وتمثالان من معبد أشمون. أما في الأخبار، محمود عباس يحاصر نفسه، فرنسا ترفض طلباته، ودفاعه عن السعودية متواصل. لبنان مهدد بالظلام وكلاسيكو الحرب. أما في صحيفة الأنوار، هجمة جديدة للوزير جريصاتي ولكن على زميله الوزير المرعبي، شهيدان فلسطينيان وعشرات الجرحى في مواجهات الضفة وغزة، بوتين واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية. وبالانتقال إلى صحيفة الديار، مفتاح حل أزمة مرسوم الضباط توقيع وزير المال، لقاءات القنطاري على طريق التحالف الثلاثي، القوات إلى إسقاط حساب التعاون مع المستقبل والتيار، من يحاسب الوزير جبران باسيل على وعوده طوال 10 سنوات في ملف الكهرباء وهو المشكلة الأصعب في لبنان. وبالانتقال إلى المستقبل، ضابط وعسكري ومدني على ذمة التحقيق، وعثمان يؤكد للمستقبل الاحتكام للقضاء ورفع الغطاء عن أي مرتكب. هكذا ضبطت 8 كوكايين. جمعة الغضب 3، شهيدان وتظاهرة في بيت لحم. وبالانتقال إلى صحيفة البناء، ماكرون يستعد لمبادرة شرق أوسطية عندما تنضج إسرائيل للتراجع أمام الانتفاضة. سوتشي نهاية الشهر المقبل بموافقة تركية وتفويض موسكو اختيار تمثيل كردي مناسب. لبنان مكهرب قضائيا مع اقتحام الوزير المرعبي بوابة حلبة، والأسمر يبشر بحل للمستخدمين. وفي اللواء، أزمة مرسوم الترقيات، لا اتصالات بين عون وبري، المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي وتوقيف ضابط ورجل أمن وأحباط تهريب مخدرات. زحمة السير، فولكلور الأعياد في لبنان. أما في البلد، لبنان يتجاوز الرواسب ظرفيا باسم الميلاد، قائد الجيش لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم. أما في الجمهورية، بعبد عين التيني أزمة مفتوحة، اتفاق حصري بين الجمهورية ونيويورك تايمز. وبالانتقال إلى عناوين الحياة، أستانا تطلق مسار مؤتمر سوتشي ومطالبة دولية لرعاته بدعم جنيف، ماكرون لا يرى جدوى الآن في اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، الحشد الشعبي يتهم الأكراد بشن هجمات في كركوك، وعشرات من عائلة علي صالح انتقلوا إلى السعودية وعمان. وفي الختام مع صحيفة الشرق الأوسط، تفاهم ثلاثي على إبعاد حلفاء واشنطن عن سوتشي، الحوثيون يفرضون لغتهم في مساجد صنعاء، وماكرون لعباس، الاعتراف بالدولة في الوقت المناسب. كان في النشرة، الوزير الأبضاي يهدم محطة الكهرباء. وزير العدل يطلب تحرك النيابة العامة. بيعرف سعادة الزميل معالي الوزير وبيعرف سعادة النائب انه الحصانة الى حدود هي اللي هو الجرم المشهود. وزير الداخلية يعلن عبر الجديد ترشحه للانتخابات. يعني الحقيقة ما كثير فكرت بالموضوع، بس الجواب الطبيعي نعم. احتفال على الحدود والجدار الفاصل يحجب الرؤية. نحن بالنسبة لهذا الجدار لأن لا يعنينا لا من قريب
ولا من بعيد. جمعة فلسطين، رصاص حي، شهداء وحالات اختناق. وقوى الأمن تستعين ببابا نويل. بلش كان الضابط أو العنصر عم بينظم محضر الضبط، وإجا كانت بطريقة يعني جدية جدا، وكان إجا من وراء البابا نويل وقال له الضبط علي ويفاجئه يعني. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.